النهارده 13 فبراير وده يوم مهم جدا بالنسبه للناس اللي بتحب الراديو. النهارده هو اليوم العالمي للاذاعه واللي اعتمدته الجمعيه العامه للامم المتحده سنه 2012 عشان نحتفي بهذه الوسيله الاعلاميه العبقريه اللي بتقدر ان هي توصل رسالتها من خلال الصوت فقط الى قلوب وعقول جمهورها الكبير. اعتقد ان الراديو عندنا غير اي راديو، الاذاعه المصريه واحده من اهم الاذاعات على مدار التاريخ، كلنا عندنا حاله كده من الذكريات وكلنا عندنا حاله من النوستالجيا بنحس بيها لما نبتدي اليوم بصوت ام كلثوم في الاذاعه وهي بتقول يا صباح الخير يا اللي معانا. مشوار من غير صوت الراديو في العربيه بيكون ممل جدا. الراديو في حياتنا اعتقد له اهميه كبيره سواء زمان او دلوقتي، احنا من زمان قوي واحنا متربيين على الراديو، وبعدين حصل كده طفره في الايقاع وفي السرعه ولقينا اذاعات جديده زمان يعني كنا بنقول عليها اذاعات جديده عملت شكل مختلف تماما للراديو. صحيح، وانت بتتكلمي كمان انه العربيه لازم واحنا ماشيين طبعا لو الطريق طالع علينا شويه الراديو هو وسيله التسليه الوحيده اللي موجوده، مش بس في العربية بتاعتك يعني الميكروباص برضو بيبقى مشغل الراديو، الأوتوبيس بيبقى مشغل الراديو، فهو وسيلة تسلية وفي نفس الوقت فيه معلومات مهمة جدا. زمان كان في أجيال من العباقرة والملهمين والرواد وارتبطنا ببرامج كتيرة جدا، برامج شهيرة زي عالناصية وبرنامج كلمتين وبس الفنان فؤاد المهندس وبرنامج كمان إلى ربات البيوت، وكمان في دلوقتي الراديو اتطور بشكل كبير وبقى في برامج في منتهى الأهمية، اتطور بتطور الجمهور وبقى يلبي احتياجات الجمهور، وعشان كده بقى ليه جمهور كبير جدا بيتابع الراديو وبيتابع المحطات الإذاعية بشكل مستمر. دايما نقول ان اللي ما اشتغلش فينا راديو ما اشتغلش، واللي ما اتدربش اصلا في الراديو يبقى ما اتدربش. اعتقد ان بدايتنا كلنا، انا ما اشتغلتش راديو على فكره، لكن اتدربت على ايد يعني اساطير الراديو، يعني اتدربت على ايد الاستاذ جوهر، الاستاذ صديق حياتي، يعني كان بناخد استاذ محمود سلطان طبعا. يعني انت بتتكلم في الناس انت كنت بتشوف وقت بقى لما كنت تدرب معاهم انت كنت بتقفل عينك كده تسمع صوته بس. اللي انت متربي عليه وهو بيتكلم عادي هو او هي ايا كان، استاذ دي حياتي رحمه الله عليها او استاذ محمود سلطان، كنت ببقى سامعه صوته وشايفه الطريق وانا ماشيه بالعربيه، شايفه نفسي بيونيفورم المدرسه وانا رايحه الصبح وانا بسمع برامجهم وهم بيتكلموا، مجرد بيتكلموا معانا عادي عشان يدربونا ويعلمونا ازاي نقطع خبر، ازاي نتكلم، امتى نقف، امتى ناخد نفسنا، مخارج الألفاظ، الحاجات دي كانت مجرد ما بيتكلموا انت سامع صوتهم، متخيل الموقف. صحيح، انت فكرتيني كمان دلوقتي وانت بتتكلمي تقولي ازاي علمونا، لان انا برضو بدايتي كان تدريب في الإذاعة المصرية في 2006 بعد ما اتخرجت على طول من آداب إعلام، دخلت تدريب كان في هنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون، كان في تدريب، دخلت تدريب في 2006 واستقبلتني الحاجة عائشة ابو السعد رحمة الله عليها، وبعدين واحنا قاعدين كده بتقولي عايز ايه، احنا بس يعني بتكلم ردا على كلام منه، وهي بتقول انه ازاي بيتم تجهيز المذيع في الراديو لانه بيستخدم اداه واحده بس وهي صوته، مذيع التلفزيون عنده ادوات كتيره جدا، عنده شكله وعنده لبسه وعنده لغه الجسد وعنده طرق اقناع وعنده تعبيرات وشه، عنده طرق يقدر يقنع بيها المشاهد او يوصل رسالته للمشاهد، لكن مذيع الراديو ما عندوش غير صوته فقط، فازاي يقدر من خلال صوته ان يوصل الرساله الصحيحه، انه يؤدي المهمه الاساسيه اللي هو مكلف بيها ويوصل المعنى للمستمع. فطبعا قالت لي انت عايز تبقى مذيع ايه؟ قلت لها مذيع اخبار، لسه بقى متخرج بقى ومش واخد بالي من مخارج الحروف قوي، قالت لي اخبار بالغين بقى، عارفه اللي هو مش اخبار يعني، فسكت شويه قلت لها لا اخبار، قالت لي طيب تعالى. نزلتني 3 شهور تدريب في اذاعه صوت العرب مع الدكتوره لميا محمود، والبرامج الثقافية في صوت العرب مع الدكتور جمال حماد، أساتذة كبار في الإذاعة وليهم اسمهم طبعا وليهم كل التقدير والاحترام طبعا. البرامج الثقافية بقى لما نزلت البرامج الثقافية كانوا يدوني كتب كل يوم، كل يوم أخد 10 كتب، وأنا كنت باجي من سفر بالمناسبة يعني، كنت أخد 10 كتب أروح البيت أذاكر العشر كتب، تاني يوم يقعدوني مع حد عشان يسألني في ملخص العشر كتب دول عشان برضو يكون عندي قدر عالي من الثقافه. الراديو اساطير رهاب في كل حاجه طبعا يعني. بعد كده ادخل اذاعه الاخبار مع الاستاذه نهله حامد، ازاي تقرا خبر، ازاي تقطع اخبار، ازاي خلاص بقى لازم ندوس على حرف الخاء، ازاي تقسم الخبر، ازاي تقف وقفات سليمه بحيث ان المعنى يوصل للمشاهد وما يكونش المعنى ناقص. وفي الاخر دخلت طبعا اختبار كان فيه اساتذه كبار جدا هم اللي بيختبروني، الاستاذ صالح مهران رحمه الله عليه، الاستاذ محمود سلطان، الاستاذ عائشه ابو السعد، واساتذه كبار جدا في معلومات عامة وفي ترجمة وفي تحرير وفي قراءة خبر. فاللي عايز أقوله أن مذيع الراديو ده بيكون لازم يكون عنده قدر عالي من التخيل والإبداع، إزاي يقدر
يتخيل النص، يفهمه كويس جدا، يهضمه عشان يقدر يوصله من خلال صوته بس. يا اكيد انا عايزه اقول لك ان احنا مثلا زمان لما كنا نيجي نتدرب واحنا بنعمل كنا بنتعلم حتى نقعد على مسافه ايه من المايك. ما ينفعش مثلا نبقى احنا قاعدين بنعمل حاجه ونبقى ساندين كده، كان يقول لك لا افرد ظهرك عشان الصوت يطلع بالقرار. يعني تفاصيل صغيره جدا، حتى طريقه القعده، حتى طريقه الكلام، اخد النفس امتى، كل التفاصيل الصغيره دي ما كنتش تتعلمها صح غير وانت بتتعلمها فعلا في الراديو. انبهارك احكي لي عن اول مره دخلت استوديو راديو، استوديو صوت. انا اول مره دخلت متسمر كده وانا شايف الميكروفون قدامي، شايف طبعا انت عارفه العزل بتاع طبعًا الاستوديو طبعًا عامل ازاي طبعًا. فانا داخل في حته كده انا مش عارف انا فين، ومفيش غير الحديده بس زي ما بنقول، فانا مطلوب مني من خلال الحديده دي، حتى طلبوا مني هما بيدربوني ازاي اعمل انترفيو. فجهزت الموضوع، كتبت مقدمه وجهزت اسئله، بس وانا قاعد قدام حته الحديده دي بس مطلوب مني ان انا اعبر عشان اوصل للمشاهد الموضوع. الموضوع كان صعب جدا وكنت برتعش من الخوف مبدئيا، وكنا قاعدين قاعده وديه يعني في الصوت دايما. طبعا وكنا قاعدين قاعده وديه بالمناسبه، يعني ما كانش اختبار ساعتها، لا وقت التدريب، بس كنت خايف جدا، فالموضوع ليه رهبه طبعا. وانا داخله انا متخيله اني الاقي استوديو رهيب ومساحه كبيره، دخلت لقيت حاجه صغيره جدا. قلت ازاي، جالي احباط في الاول، قلت ازاي اللي احنا بنسمعه ده، انا متخيله بقى هدخل الاقي اللي ما يتلاقاش، الاقي استاد زي استوديو 10 مثلا اللي احنا فيه مثلا. لقيت اوضه صغيره جدا وفيها كرسيين، وهو المفروض يبقى كرسي واحد بس الكرسي ده كانوا حاطينه يعني عشان احنا نقعد ما نبقاش قاعدين جنب المذيع واقفين يعني، فنخيله يعني لا اكتر ولا اقل. بعدين لقيت بقى ازاي طبقات الصوت عماله تطلع وتنزل، والابتسامه، وبيتكلم امتى لما يكون كلام خفيف وامتى لما الكلام جد، التعابير الوش نفسها كانت بتطلع في نبره الصوت بشكل او باخر. لقيت نفسي وانا قاعده بسمع قمت قافله عيني علشان اسمع كاني برضو متعوده بالطريقه اللي بسمع بيها، اللي انا شايفاه غير اللي انا سامعاه خالص. الاذاعه بتخليك تسمع اللي انت عايز تسمعه صحيح. بالشكل اللي انت عايز، بالطريقه اللي انت بتتلقاها بيها. صحيح، وعشان كده طبعا واحنا النهارده بنحتفل باليوم العالمي للاذاعه، كل سنه وكل الاذاعيين في العالم واخص طبعا الاذاعيين المصريين واساتذتنا كل سنه هم طيبين وبالف خير. وعندنا سؤالنا بيقول في اليوم العالمي للاذاعه احكي لنا عن ذكرياتك مع الراديو، مين المذيع اللي بتحب تسمعه، ايه اشهر البرامج اللي كنت بتتابعها وليه؟ اشهر البرامج كلمتين وبس طبعا للفنان فؤاد المهندس، وازاي كان بيقدر يعالج بعض السلبيات اللي موجوده في المجتمع، وبيدي برضو يعني حته توعويه بسيطه كده للمستمع بقدر من الكوميديا طبعا المعروفه عن الفنان الكبير فؤاد المهندس. بصي كل حاجه لها وقتها وكل برنامج له وقته. يعني انا فاكره كويس قوي لما كنا نسمع اذاعه الاغاني ست فيروز الصبح، وبعدين الظهر تاني الساعه 3 في اوقات كده معينه، ست ام كلثوم بالليل. لما تيجي مثلا اعتقد ان مفيش مكان في العالم هتسمع فيه غمض عينيك وامشي بخفه ودلع الدنيا صحيح. هي الشابه وانت الجدع، غير في الشرق الاوسط والاستاذه ايناس جوهر، حاجات محدش بيسمعها غيرها. في رمضان واحنا قاعدين ما نفطرش غير على صوت اذاعه القران طبعًا. الكريم، وكانها ركن بنتعب يعني، مش هقول كده بس كانها جزء مكمل للافطار. يعني لو ما سمعناش الراديو يبقى لا لسه، حتى لو الاذان قدت احنا لسه محتاجين نظبط الراديو على اذاعه القران الكريم. تفاصيل ذكرياتنا، يا رب اولادنا ويبقى عندهم ذكريات يعرفوا يحكوها ويعيشوها زينا. مستنيين بقى نعرف ذكرياتكم مع الاذاعات. عايز تقول حاجه تانية؟ لا خلاص كده كفايه قوي، بس خلينا برضو متفقين انه الاذاعه منذ ان انطلقت في 34 ما كانش في غيرها وسيله اعلاميه، وكان في احداث كتيره جدا مرت على مصر في هذا التوقيت، فكان مطلوب من الاذاعه ان هي تلعب دور مهم جدا في انها تعرف الناس ايه اللي بيحصل. احنا الاذاعه من 34 والتلفزيون من 60 طول الفتره دي، وكانت فتره صعبه عدت على مصر فيها احداث كتيره جدا، سواء ثوره 52 او العدوان الثلاثي قبلها الحرب العالميه الثانيه، في تفاصيل كتير جدا لعبت الاذاعه دور مهم. عشان كده الاذاعه دايما بتشكل الوجدان وبتشكل وعي المستمعين. طبعا احنا في انتظار تعليقاتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.